جود 16 بيبر 1 فارينت 1 حبايبي. والسؤال ال 18 بيقول ايه؟ السؤال ال 18 الله على المومنتس يا جماعة، بيقول لي the diagram shows an object of weight W. ده يا جماعة الويت بتاعته ال W، ويت وركز ويت مش ماس، and an object Z with weight Z، ده object يا جماعة of weight A Z، والاتنين balanced. balanced يا جماعة. which equation relating W Z A and B؟ حبايبي balanced 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 يا جماعة. يبقى ببساطة بصوا بقى، ده حبايبي البيفوت بتاعي، زد ده عامل ويت لتحت ودبليو عامل ويت لتحت. زد يا جماعة بص بقى، الويت ده هو لتحت كده هو بالنسبة للبيفوت ده يعمل مومنت انتي كلوكوايز ضد عقارب الساعة، والويت ده هو يا جماعة بالنسبة للبيفوت ده هو يعمل مومنت كلوكوايز مع عقارب الساعة. وبما ان حضرتك قلت لي ان المسطرة بالانس، يبقى ببساطة total moment clockwise ايوه total clockwise moment equals total anti clockwise moment. total anti clockwise moment equals الايه؟ الكلوكوايز. طب هو مين المومنت ده اصلا؟ total anti clockwise moment هو الوزن W في المسافة A to the pivot، مش قلنا force of distance to the pivot، والclockwise moment هو الوزن Z او الweight Z times المسافة B. خلاص، اذا لما انت تقول ان دي بالانس، اقول لك ببساطة ان W times A الweight دي في مسافتها equals الweight دي في مسافتها، يبقى W times A equals Z times B. جبتها منين؟ من total moment clockwise equals total moment anti clockwise direction. سؤال moments لذيذ وبسيط.